تفضل اخوان تفضل. اول شيء مع تقديري واحترامي للاخ مسلم، انا من الناس اللي طلبوا اسبوع، نعم انا كنت وياه ومسجل وياه، لكن هذا تقرير لا اسبوع ولا اسبوعين نقدر نعطي فيه راي، هذا مو قانون عقار تاجير عقار بالهرة صدت عليه حق الحكومه، هذا قانون بيمشي 50 سنه قائم. طيب رديت عليك محمد رجعا تفضل اخ المغرب. اخ المغرب ارجوكم يا اخو خلونا نبدا. طيب في البدايه انا اطلب شطب كلام الاخ محمد الصقر، وارجو ان يعني ما انا واثق انه ما هو صادر من قصد يعني بالتقليل من قيمه الجهراء، هذا كلام اعتقد انه ما يجب انه يقال، وانا اعتقد الاخ محمد ما في قصده يعني يكون هذا التقليل، لان ما جاء في فور الدم اطلب شطبه. بدأ الحديث جان. هذا رقم واحد. اما بالنسبه للقانون تفضل اخ محمد الصقر. مو زين اللي قلته لهرة على راسي فضل. انا قاعد اتكلم على عقارات. طيب هذا الكلام تفضل رجعنا تفضل ثاني وقتك رجعنا. الاخ الرئيس راح ادخل في القانون راح ادخل في القانون. شكرا. ما زايد عليك الجهرة عندنا اهم من كل منطقه بالكويت. لا خلي رجعنا خليك المطبوع. الاخ الرئيس انت تتكلم فضل. علي الزم حدك ما يصير الزم حدك الزم حدك لا تطلبون الجلسه وضيعونها. هذا كل يرى الناس على عين طباعه، احنا مو مثلك اخ علي. لا طبعك انت هذا اخ علي الدغباشي. احترم نفسك انت اللي احترم نفسك. لكن الرئيس ارجو انه يكون في انتباه من الاخوان في الحكومه والاخوان في المجلس.